الفرق بين الاحتلال العراقي والاحتلال الإيراني، ترى أكو فرق كبير يا جماعة. احتلال العراق على الطريقة العراقية، اقتحام، نظرية الاقتحام، والاقتحام السافر طبوا علينا هكذا نص مليون جندي بسلاحهم بكذا باستعداداتهم واستباحوا البلد واستفزوا الأمة كلها، استفزوا الأمة داخل الكويت واستفزوا الأمة خارج الكويت واستفزوا العالم. ولذلك كان من السهولة يعني تشكيل التحالف الدولي لاستعادة الكويت. انتم معايا يا جماعة؟ كان في شبه السهولة لتشكيل التحالف الدولي لاستعادة الكويت من الوحش العراقي. لكن الإيرانيين عندهم أسلوب آخر للاحتلال غير الأسلوب العراقي. الإيرانيين عندهم فن الدبيب مثل النملة، الدبيب إلى المناطق المرغوب احتلالها، التسلل من شقوقها. ولذلك الإعلام يحتلونه، الصحافة يحتلونها، السوق ينشطون فيه، الطب، الخدمات العامة، الكهرباء، الماء، المرافق الخدمية، البعثات، المستقبل، التعليم، يدخلون من هذه الشقوق ويصبح أمر واقع. عندما يبدأ التحرك لاحتلال المناطق، وإلا أكو حكومة ظل إيرانية المنزع موجودة على الأرض ونشطة وقادرة على الفعل والتأثير. ولذلك شوف اللي اشتغلوا مع الخلية هذه 25 كويتي واحد إيراني. شوف يعني مو إيرانيين يو يعني قصب علينا بيضربون وبيفجرون، لا لا لا، منك وفيك، من جماعتك، انت اللي اعطيتهم جنسية، وانت اللي شبعتهم، وانت اللي لبستهم، وانت اللي بعثتهم للخارج للتخصص، فيهم ناس متخصصين. الاحتلال العراقي غير الاحتلال الإيراني. الاحتلال العراقي بالاقتحام، الاحتلال الإيراني بالدبيب الهادئ والتسلل من الشقوق إلى الكويت، وهو حاصل الآن. الآن حاصل. ولذلك الاحتلال الإيراني للمناطق يعتمد على حرب الوكالة. أكو ناس يقومون بالاحتلال لصالح إيران، بينما العراقي لا، خموهم من شارع الرشيد والسعدون وهذا في بغداد صبحيتها مساكين هالجنود. حتى أكو واحد طقم أسنانه طايح بالضاحية، شفته بالحرس الشعبي، قلت له هذا، قال لي معود عطني اياه مو قادر اكل. اي والله شايب. قلت له انت شايبك هني؟ قال على مود نحتل الكويت. قلت له انت تحتل الكويت؟ قال ايش اسوي، خموني الساعه كذي البارح بالوانيت وقطوني على الحدود الكويتيه واعطوني بندق احتل الكويت. يعني عمليه عشوائيه ارتجالية ما هي مخططة. ولذلك تشوف دبابة بايقة لنج وقالصة لنج، تمشي بالشارع دبابة بايقين لنج طرف الضاحية وقالصين لنج رايحين سفون. وترى يعني
ظفر بشيء عظيم يعني. لذلك الاحتلال العراقي كان احتلال ارتجالي، لكن الاحتلال الإيراني احتلال خطير خطير. ليش؟ لأن بعيد المدى مخطط له، والذي يقوم به وبمهامه هم من أبناء جلدتنا الصفويين نفسهم الذين يتحمسوا لإنفاذ الاحتلال الإيراني. الاحتلال أو الخطر الإيراني اليوم بالكويت له عيون وله أذناب وله آلات وأيادي. العيون هم الجواسيس اللي مفتشين عيونهم يتجسسون علينا، يكتبون تقارير للسفارة الإيرانية، السفارة الإيرانية تحولها عيون. هذه لمهمتهم رصدنا إحنا، يكتبون عنا تقارير مفصلة. هذه مهمة العين والجاسوس. مهمة الذنب هي مهمة التبرير للخطر الإيراني، تبرير لإيران. مثل ذاك اللي يقول أنا أضمن لكم إيران، هذا ذنب، هذا ذنب، هذا مهمته أن يكون ذنب. أنا أضمن لكم إيران، إيران ما تبي إلا الخير لكم، وكاهل الخير شفناه في العبدلي ها، وشفناه في غير العبدلي، وراح نشوفه في المستقبل. هذا وأشكاله أذناب بدون أدنى شيء. هذا اللي طق الصدر ويقول أنا أضمن لكم إيران، هذا الذنب مهمته أن يبرر النفوذ الإيراني ويقدس الدور الإيراني المدنس. أما الآلات والأيادي فهي ما رأينا، هل 24 هل 25 وأشكالهم اللي عندهم تدريب على السلاح على المفرقعات على على على. لذلك إيران عندها العيون اللي تتجسس، عندها الأذناب الذين يبررون، وعندها الأيادي التي تنفذ